دكتور محمد المطالقة، استشاري جراحة الدماغ والأعصاب في المستشفى. والدكتور محمد بالمناسبة كان عمل 15 عاما في قطر في مستشفيات قطر، وعندما استدعاه المستشفى لنقص الكوادر الطبية في هذا القسم، قسم جراحة الأعصاب والدماغ، لبى النداء وجاء مباشرة للعمل. دكتور الله محييك وأهلا وسهلا بك ويعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكم. نحكي عن جراحة الأعصاب والدماغ في هذا القسم، المرضى اللي بتستقطبوهم هل تحول حالات من عندكم أو تحول إلكم؟ في الحقيقة المستشفى استقطب وأنشأ قسم جراحة الدماغ والأعصاب منذ إنشائه. الزملاء الكرام هنا ما قصروا في الفترة الأخيرة. إحنا في القسم هنا نستقطب الحالات من كافة مستشفيات المملكة، أيضا نستقطب الحالات من الدول المجاورة مثل سوريا، مثل لبنان، أيضا في حالات تيجينا من دول الخليج العربي، من السعودية، من قطر، من البحرين، من الإمارات، من عمان، من اليمن. المستشفى حقيقة عنده الأجهزة والإمكانيات الفنية لعمل عمليات معقدة. في الفترة الأخيرة يعني أجرينا بعض العمليات تجرى حالات نادرة جدا، ممكن بالفترة الأخيرة راح نطلعكم على حالات عملناها، ممكن أورام دماغية لطفل عمره 3 سنوات. وجدت على مستشفى الملك عبد الله طبيب الطوارئ، وهو لشخص الحالة يعني حكى لي هيك عنده صورة، وبتطلعي على الطابق الثاني هم بيشرحوا لك الحالة بالضبط. طيب نفس اليوم طبعا طلبوا الدكتور محمد المطالقة، كان هو الدكتور الرئيسي له، حكى لي عنده استسقاء على الدماغ وعنده كتلة بالدماغ. عمل لي عملية الساعة 11:30 فورا بالليل يعني، ويوم الاثنين كان عملية الثانية الليلة شال الكتلة من راسه. سلامته والحمد لله على السلامة. طيب بدنا نشوف الدكتور محمد المطالقة مرة ثانية، نرجع لك دكتور. نحكي بس عن فنية الحالة تبعه بشكل مختصر لو سمحت. تبين بالفحوصات بالرنين، فحص الرنين المغناطيسي، انه يعاني من استسقاء وتوسع بطينات الدماغ، وكذلك من وجود ورم دماغي كبير الحجم نادر ملتصق بجذع الدماغ. فورا تم اجراء عملية جراحية لتخفيف الضغط عن الدماغ باجراء انبوب لتفريغ السائل الدماغي من البطينات، وخلال يومين بعد استكمال الفحوصات الطبية تم اجراء العملية الرئيسية، كانت مدتها حوالي 14 ساعة. تم استئصال الورم بشكل كامل من جذع الدماغ ومن الحجرة الخلفية للدماغ، والحمد لله وضع الطفل